قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ألقى عصاه، هذه عصا موسى عليه الصلاة والسلام التي قال الله تبارك وتعالى له عنها: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هذه العصا التي كانت مع موسى عليه الصلاة والسلام أراه الله جل وعلا قبل إرساله إلى فرعون أنها انقلبت إلى حية. وهنا كذلك ذهب موسى إلى فرعون معه هذه الآية من الله تبارك وتعالى، فقال فرعون فأتي بها إن كنت من الصادقين، أي الآية التي تدعيها. فألقى عصا، كانت معه العصا، ألقاها، ألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين. والثعبان هو الحي الذكر العظيم الكبير، قال له الثعبان، وثعبان مبين يعني واضح ما في تخييل، كما سيأتينا في حال السحرة يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، لا لا، حقيقي، ثعبان مبين، ثعبان حقيقي واضح ليس فيه تخييل أبدا. فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده أي من جنبه، خرجها من جنبه أو من تحت إبطه، أزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وموسى كان آدم، آدم يعني حنطاوي أسمر صلوات ربي وسلامه عليه، فنزع يده فإذا هي بيضاء تتلألأ للناظرين، ولكنها بيضاء وليست برصاء. وإذا قال الله تبارك في طه وغيرها بيضاء من غير سوء، يعني بيضاء لأن هناك نوع من البياض يكون الأبهق أو البياض البرص، لا لا لا، بيضاء تتلألأ، بيضاء جميلة مختلفة عن لون جسده تماما، لأنه كما قلنا كان آدم صلوات ربي وسلامه عليه، يعني أسمر حنطاوي صلوات ربي وسلامه عليه. قال ونزع يده أي أخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين. والناظرون هنا الموجودون في ذلك المكان، فرعون، ملأه، حرسه، موسى، للحاضرين جميعا، بيضاء تتلألأ عند الجميع فإذا هي بيضاء للناظرين.